المغرب ولا عاش من خانه، ديما المغرب ديما المغرب، عاش الملك شعارنا الله الوطن الملك. مربوحه ان شاء الله. نحن اليوم انتصرنا على المنتخب الاسباني رغم اننا البريمير ميطون والدوزيام ميطون كان اننا خصنا نماركيو، ولكن ما تقدرش لنا هادشي هذا. كانوا جوج بطوات ربي حفظنا منهم. اليوم مباراه رائعه خاضها المنتخب المغربي ضد المنتخب الاسباني، واكون احترامي خصوصا للحارس بونو الذي ترك اكثر من 3 ديال لي بالون وتقريبا يعتبر احسن حارس اسباني. وديما مغرب. الدولة المغربية، المملكة والعرب كاملين والإفريقيا خاصة. وبغينا نعرفوا بأن احنا هادشي كله النصر من عند الله ومن الجهود ديال المنتخب المغربي. وبونو أنا بغيت له الرضا إن شاء الله، يا ربي نصرو ويا ربي تنصر وليد الرقراقي، الله يعطيهم ما بغاو، إن شاء الله يوصلونا للفينال. وبغينا إن شاء الله الكاس، وبغينا نحيدوا هاد الحقره الكره ديال افريقيا ديما هابطه. ان شاء الله غتكون هنا في المغرب ان شاء الله باذن الله. بجهد الله غنديو الكاس بجهد الله. حنا العرب معنا، العرب معنا، العرب الله ينصرنا الله ينصرنا الله يعاونكم. كنشكر المنتخب الوطني على هاد المبادره اللي داروها خويا، وفرحونا وفرحوا المغاربه كاملين، وكنتمناو يزيدوا ان شاء الله، يعطيونا شي حاجه زويونه ورونا وجاهنا. الله يحفظهم والله ينصرهم والله يخلي لنا مليكنا حمي البلاد، الله يخليه لينا والله ينصره والله ينصر الشعب المغربي، الله ينصر الولاد الشباب المغربي. قدموا مباراه زوينه وجيده وكانوا رجال في وسط التيران وحمروا لهاد 40 مليون نسمه وجهها، وتحياتي لهم وتحياتي لهم. وعقبال الماتش الجاي ان شاء الله حتى هو الربح ان شاء الله، ما غاديش نتزقلوهم، وحالفين على البرتغال. شتي البرتغال حالفين عليهم يسرقونا هما والسبليون، والبرتغال ضربنا السبليون، دابا باقي لنا البرتغال ان شاء الله.